أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. في هذه الفقرة راح نحكي عن العسل، فوائده ومميزاته للصحة ومعالجته للأمراض الصحية بشكل عام. في ضيافتنا اليوم الدكتور عطا محمد القيسي، استشاري الصحة العامة والرعاية الصحية الوقائية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيكم. يسعد صباحك. يسعد صباحكم جميعا، وشكرا على هالدعوة الكريمة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا دكتور. يعني خلينا نبدأ ونحكي عن الفوائد للعسل وعلاجه للأمراض. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. العسل مشروب مبارك، الله سبحانه وتعالى أخرجه من بطون النحل بأمره، وأمره في آيات القرآن أنه يتحرى ويستخرج هذا العسل الذي فيه شفاء للناس. ولكن المفهوم الخاطئ لبعض الأمور بالنسبة بشكل عام المواد الغذائية بيضطر الإنسان أنه يتصرف تصرفات أحيانا خارجة عن المفهوم الصحي الطبيعي أو الصحيح. العسل مفيد جدا للجسم، يحتوي على كميات كبيرة جدا من مضادات الأكسدة والغذاء المفيد جدا للجسم، وتقريبا لو بدنا نعددهم حوالي 200 عنصر، نعم وأكثر، من مضادات الأكسدة والبروتينات وجزء من المضادات الحيوية الطبيعية. ولكن مجمل تركيب العسل من الجلوكوز والفركتوز، وهذا بنسبة 80% و20% التركيبات الأخرى. يحتوي على نسبة وسطية من الماء العادي الطبيعي، وهذا اللي بيحدد جودة العسل. والعسل أنواع كتير جدا، يعني يعيش في الجبل، يعيش في الأشجار، أو مستخرج من عسل نحل الجبال ونحل الأشجار. فعلى حسب طبيعته، حسب تكوينه، حسب طريقة الحفاظ على المنتوج الأصلي من الغش اللي يستخدم تجاريا بإيهام أنه عسل طبيعي. صحيح. من قبل البعض. طب إحنا يعني خلينا نعرف خلينا نعرف كيف بدنا نميز بين العسل الأصلي والعسل المغشوش، لأنه كتير بنقع في هذه المشكلة. كتير في لغط في المواضيع هاي صراحة. اللي بقول لك إنه العسل ممكن عود الكبريت وقلم الكوبيا زي ما كنا نعرف زمان، نعم هذه جيدة، ولكن ما بتحدد إذا كان العسل فعلا أصلي أو مش أصلي. اللي بيحدد العسل أصلي أو مش أصلي المختبر التحليل. نعم، يعني إحنا ما بنقدرش التحليل، لا هو في الخبرة، قديش أنت بتتعامل مع المنتج، قديش أنت بتتناول من هذا العسل، الأطعمة حسب مصدره، جودته من ناحية الكثافة. كل ما كان العسل جامد، نعم كل ما كان أصلي، كل ما كان أحسن. أما أنه نحطه في الفريزر يسكر أو ما يسكر والكلام، لا توجد طرق لحتى الآن يعني تقليدية لإثبات أنه العسل هذا أصلي أو من مجرد بالنظر أو لا. اللي بيقدر يجزم بهذا الموضوع المختبر والتحاليل اللي بتفنط هي نسبة الرطوبة لعلمك، يعني بتحدد انه العسل مزور او مغشوش او مضاف له مواد تانية، نسبة الرطوبة فقط. نعم. طب خلينا نحكي عن العسل ومرضى السكر. نعم. يعني هل هو مفيد لهم ولا كيف؟ جواب على سؤالك في الاول، الامراض الوقائية من الامراض. عسل السكر او العسل مثله مثل اي مادة سكرية أو نشوية أو بروتينية أو أي مادة تانية يتناولها المريض، يجب أن يتناولها باعتدال ووسطية. مريض السكر بأمان أنه يأخذ عسل، لكن بالمتوسط اللي بيوصفه له الطبيب حسب تركيز السكر في الدم وحسب تركيز مخزون السكر في الدم الـ HbA1c وحسب تركيز السكريات في نفس العسل. فأنت الإنسان طبيب نفسه. صحيح. فمريض السكري حذر جدا في تناوله الغذاء، بالذات الغني بالسكر. فالعسل مثله مثل أي سكر. يجب أن يتعامل مع المريض بحذر. ما نقول إنه أمان، تفضل روح خد عسل. نعم خد عسل، ولكن معلقة واحدة في اليوم بتكفي. طبعا هو كل إشي وسطية. زاد عن حده بنقلب لضده. صحيح. لكن مش إنه العسل شفاء لمرضى السكر، لا، هو بيرفع نسبة الجلوكوز في الدم إذا زاد عن حد استخدامه. ولكن أثبت في بعض الدراسات إنه العسل لمرضى السكر بيخفض من نسبة الجلوكوز في الدم، وبيحارب كمان مع الكوليسترول، وهي المفيدة لمرضى السكر. العسل مفيد لمرضى السكر في علاج القدم السكري، وهذا للجروح والأمراض
في اليابان حتى يستخدموه كضمادات للجروح وللحروق ولبعض انواع كثير من الامراض يعني. صح. قرحه المعده، ضغط الدم بينظموا العسل، قرحه المعده، الجروح، الحروق، اذا الحرق نحط عليه العسل. وطبعا هنا خلينا يعني نتكلمها بصراحه، نقول العسل اللي مش مغشوش، العسل اللي خالي من الماء، من الرطوبه العاليه. ليش؟ لانه الرطوبه العاليه بتفسد الجرح او بتفسد علاج العسل، ان كان في علاج في العسل للمرض اللي انت ماخده. فتناولك الشيء هذا باعتدال يحسن مناعه الجسم، يقوي، نعم، يقوي نشاط الدماغ، يقوي النشاط الدوري الدموي، يحسن من عضلة القلب. وهنا بالنسبة لمرضى القلب يجب أن يكونوا حذرين جدا كمان بتناولهم للعسل. نعم، أنا لا أنصح مرضى القلب بتناول العسل إلا بإشراف الطبيب، لأنه زي ما حكينا في البداية قياسات السكر في الدم، مخزون السكر في الدم، وإيش تطور، نسبة تطور مرض السكر للمريض، بيحدد إيش اللي ياخده أو ما إيش اللي ياخده. تمام، يعني كل شيء لازم يرجع للطبيب ويعرف المعايير اللي ياخذ فيها. طب ايش في كمان امراض بيكون العسل فعلا شفاء لها؟ من احد المعلومات السائده عن العسل، الله سبحانه وتعالى برهنها في القران انه فيه شفاء للناس وليس شفاء للناس. صح. فيه البعض من الامراض تشفى بطريق العسل. قرحه المعده بسكرها العسل، وحكينا الجروح والحروق هذا بالنسبه للسطحيات. لكن الأمراض المعوية والديدان والأمور اللي ممكن يعالجها العسل برضو بطريقة التناول المعتدل. أيضا الهضم بالنسبة للسمنة والنحافة بيعزز العسل زيادة الوزن. ليش؟ لأنه غني بالسكريات المفيدة للجسم من ناحية نقصان الوزن، لكن لزيادة الوزن يعامل العسل مثل السكريات الثانية، يجب أن يؤخذ بحذر لأنه هو محارب للكوليسترول. أي نعم. صح. والسمنة مش بس كوليسترول، والسمنة لها عوامل كثيرة. صحيح. ومخزون دهون عالي. بالنسبة للأطفال تحت سن السنة ممنوع منعا باتا ياخذ العسل. عاد احنا اول ما بنولد الطفل بنروح بنديه لحسة عسل. على القرآن كمان بحط. لا، العسل مضر جدا للأطفال تحت سن السنة، لانه لسه ما بيكونش جهاز المناعه اكتمل، ومقاومه الجسم لمركبات خلينا الماده الغذائيه بغض النظر ان كانت عسل او الممنوعات الاخرى اللي قبل السنه ومكترها في المجتمع. عندنا في تقاليد للاسف بعضها سيء بالنسبه للقناعات هاي، وصعب بصراحه نغيرها. صعب. ليش؟ لانه بدها ثقافه، يعني بالتثقيف الصحي وبتوعية الناس وبإرشادهم وبمعرفتهم للصح، الناس بدأت توعى، الناس بدأت تصحى لأمور نفسها، عشان إنه التكلفة الفاتورة الطبية للمرض صارت عالية جدا. صح. في مجتمعنا الفلسطيني، فيجب إنه يكون الجمهور الكريم الحبيب واعي. على قلبنا واعي، وبالتالي أنا حكيتها كذا مرة، لا عذر لأحد اليوم إنه يقول ما بعرف، إنه الإنترنت مفتوح، الدراسات موجودة. زمان ممكن كان يكون صعب الاشي، فالجهل اللي احنا في بعض النقاط الحيوية الصحية، يعني زي مثالنا اليوم انه العسل يعطى للاطفال ما دون سن السنة، فهذا خطر على الكبد ويؤثر في صحتهم وينعكس بالسلب. لكن ما بعد السنة ايضا للاطفال باعتدال، يعني ملعقة الصبح بتنشطه بتديه غذاء الكافي، لانه السكر، محتوى السكر الطبيعي اللي موجود في العسل، وهذا اللي نلفت نظر الجمهور الكريم له، انه محتوى السكر الطبيعي، الجلوكوز الطبيعي والفركتوز الطبيعي اللي موجود في العسل يختلف عن محتوى السكر الصناعي او المصنع المكرر من قصب السكر، او اللي بنشوف السكر الابيض الكيميائي اللي بيضر بالجسم. نعم. صح. بيضر هو بالجسم، سمين لانهم ابيض، السم الابيض والسم الملح الابيض، السكر السم الابيض الثاني الملح، والسم الابيض الثالث الطحين. الطحين كمان. نعم، لانه زياده المعجنات او النشويات اللي ماخوذه بالذات من طحين الذره خطر جدا على الصحه. يعني زي ما حكينا كل شيء بيزيد عن حده بنقلب ضده فورا. فعلى هذا الاساس انه يجب الاعتدال، يعني مفهوم العسل جيد جدا للصحه، ممتاز، يقي من الكثير من الامراض، الديدان المعويه، قرحه المعده اللي بعاني منها كثير، يعني حتى في بعض الأشخاص ينصح أنه يستخدمها للجروح
ويستخدمها كمطهرات ومعقمات توضع على شاشة وليست على الجلد مباشرة. حتى انه نضمن انه اذا كان العسل اللي متوفر, يعني كيف بدنا نجيب احنا عسل نتأكد زي ما تفضلت حضرتك انه طبيعي ومش طبيعي, نروح نحلل في المختبر عشان احنا ناخد, احنا بنشتري هاللي موجود في السوق. فعلى ضمانة الله سبحانه وتعالى أول شيء التاجر رح يقول لك إنه هذا أصله ومش أصله. كل حد بيحكي عنه حال تبعه أصله. بالتالي يجب أن تكون حذر في التعامل معه. فكسبيل للوقاية أوضعه على شاشة, خذ منه معلقة بسيطة. إذا غلي العسل أو ارتفعت درجة حرارته على النار يصبح الناتج عكسي أيضا مضر للجسم. نعم. فإذا كانت ست البيت حابة تعمل زي القطر اللي بيسقوا فيه بعض المشروبات أو بعض المأكولات, فيجب أنها تكون حذرة من رفع درجة حرارة العسل لدرجة مئوية زي الزيت عالية. ما بنفعش زي زيت يسخن كمان. صحيح, زيت الزيت. في وصفة كتير منتشرة على النت بتحكي أنه معلقة عسل وكوباية مية وقطرتين ليمونة, قطرتين ليمون الصبح الصباح بتوقي من كل الأمراض, فهذه صحيحة ولا كمان لا؟ خلينا نركز أنه نشوف وين اللغط فيها. احنا معلقة العسل الصغيرة لا تضر, وهذه منصوح فيها طبيا على كل المستويات, ولكن لمن تعطى؟ لمن هان الانسان يجب ان يكون قنوع اذا كان هذا الشراب حتى لو فيه المنفعة لبعض الاشخاص, لان الاجسام مش واحدة. مقاومة الاجسام, مناعة الاجسام, تكيف الاجسام مع الامراض تختلف. مش واحدة, تختلف من انسان لاخر. اكيد. فاذا كان هذا فيها فائدة للناس هي فيها فايدة للناس, يعني احنا ما بننكرش معلقة العسل الصبح مذابة في كأس من الماء الفاتر دافئة, قطرة ليمون بتزيد معدل الحرق, بتزيد حرق الكوليسترول بالذات, لأنه ركزنا احنا العسل في أحد مكوناته الحارقة للكوليسترول الضار الخبيث, ورفع البروتين كمان في الدم جزء كويس, يعزز جهاز المناعة, وهذا منافع الصبح, يعزز جهاز المناعة, يغذي الدماغ ب, يعني ممكن تغنيك عن وجبة الإفطار. حلو. كمان ليش؟ لأنه محتوى المعلقة هاي من العسل عشان الجمهور الكريم يعرف منسوب الطاقة السعرة الحرارية في كل 100 جرام من العسل 309 أو 306 سعر حراري. فالمعلقة الصغيرة هتدي تقريبا يعني معدلها مثل التمرة 64 أو 68 سعر, فما بتضر. بس للأسف كتير من الناس بصحوا الصبح بيكون عاملين رجيم, ولكن بعوض الرجيم بشكل خاطئ جدا فنجان قهوة وحبة شوكولاتة, وبقول لك أنا ما افطرتش. طب ما القهوة والشوكولاتة بتسد بشكل كتير كبير بالسعرات الحرارية عن الفطور. فنجان القهوة صفر سعر حراري. لا طيب والشوكولاتة؟ الشوكولاتة ما هو على حسب حجمها ومكوناتها, يعني كل 100 جرام من لوح الشوكولاتة قديش بيحتوي سعرات مكتوب على كل عبوة. ولكن القهوة انه بتاخد السوائل من الجسم, كتر تركيز الكافيين في الجسم بيحبس السوائل, لكن فنجان, واثبتت بعض الدراسات المؤخرة انه 4 فنجان قهوة في اليوم ما بأثروش على الجسم بأي شيء, والشيء زي ما حكينا وزي ما تفضلت الاعتدال والوسطية في كل شيء, فتركيز الكافيين في الجسم بيحبس المية, وهو اصلا الكافيين مدر للبول بالذات بيشتغل مفعول اللزق. لكن في بعض الاحيان او بعض اللغط الصحي انه الكافيين بحبس المية او هذا اللي الإدمان. اللي بيصحى الصبح بياخد المج الكبير وما بكفوش الا 4 أو 5 مجات في اليوم, هذا اللي احنا ممكن نحط عليه علامات استفهام ونقول كيف العكسيه هاي في الجسم. بيحكوا انه من الذوق والاتيكيت انه لما يكون في ضيوف تقدمي لهم الفنجان القهوه يكون في كوبايه ميه. ليش؟ لانه في شيء صحي من الميه, انه فنجان القهوه بيسحب الميه في الجسم, فكوبايه الميه تعويض. نعم, تعويض ل تعويض ومحاربة لبعض, لأن القهوة مفيدة جدا لعضلة القلب. الدراسات كتير بتحكي أنه فنجان قهوة لعضلة القلب كويس في اليوم واحد. الاعتدال يا أختي, الشغلة أنه الكافيين ما يتركزش, يعني هو 300 ميلي جرام كافيين في اليوم في الجسم بكفه. تمام. يعني بالنهاية بنشكرك كتير دكتور عطا, وسعدين جدا بلقاء حضرتك والمعلومات اللي قدمت لنا إياها, واتمنى أن نكون كمان فدنا السادة المشاهدين بفوائد العسل وكيف يستخدموه بشكل صحيح. الاعتدال والوسطية. شكرا لكم كتير, وأتمنى الخير والسعادة والصحة لمجتمعنا الفلسطيني. شكرا كتير لك دكتور عطا محمد القيسي, استشاري الصحة العامة والرعاية الصحية الوقائية. شكرا كتير.